هيساعد في المكان وهنجيب فلوس أيوة مهما كان مش هنبطل لحد ما ندفع الفواتير وهتاخد الشغل حتى ولو خطير تطبخ وهو ينظف وهو أكيد محتاج مساعدة براعي يلا نتشارك لحد ما نعمل فلوس يلا نتشارك وننقذ وضعنا المتعوس المزادات على أخطر البقاء إلا هو يلا نتشارك وهندخل المعارك يلا نتشارك